قصة، هي دي القصة، زي قصة أحمد فتحي، زي قصة أحمد فتحي. إيه اللي حصل مع أحمد فتحي؟ قمنا كده في يوم لقينا الناس كلها بتقول لك أحمد فتحي عايز يرجع النادي الأهلي ويختم حياته في النادي الأهلي، وبيراميدز مش هيجدد له. تمام، بيراميدز مش هيجدد لأحمد فتحي، طبيعي خلاص، هو الراجل عارف إن هو رايح 3 سنين خلصهم مش هيجدد مثلا. طيب كلمت أحمد فتحي، أنت عايز ترجع الأهلي؟ في كلام من ده؟ قال لي ولا أعرف أي حاجة في أي حاجة، ولا بتابع السوشيال ميديا، ولا أكني في حاجة خالص. احنا بنحب نجيب الكلمة من المصدر عشان ما يبقاش بس فيها كلام كتير. لا أحمد فتحي طلب إن هو يرجع يختم حياته في النادي الأهلي، ولا من أي نوع من هذا القبيل حصل، ولا أي كلام. هل هي اجتهادات؟ هل هي جس نبض؟ وبعدين طالما أحمد فتحي يرجع الأهلي، طب ما رمضان صبحي يرجع الأهلي، اشمعنا بقى؟ أصل أحمد فتحي مشي عشان كان هيتجدد له سنة، ولما راح بيراميدز عمل عقد ب3 سنين. ده رمضان صبحي راح بيراميدز وهو مش في الأهلي. أنا بتكلم فير يعني. وبعدين لا، أصل الأهلي مش راضي. طب ليه الدوشة دي؟ ليه الدوشة دي؟ لمصلحة مين؟ هل هي بالونة اختبار؟ لكن اللي يرجع أحمد فتحي يرجع رمضان، يرجع عصام الحضري، يرجع حسام حسن وابراهيم حسن، يرجع كل الناس. ما هي واحدة. أنت بتقول لي أحمد فتحي مشي؟ بس هو مشي يعني عشان راجل كان بيأمن مستقبله، يعني عشان فلوس، مش أنت بتقول كده؟ لا أصلي شريف إكرامي عشان ما أعرفش إيه. كلها زي بعض، احنا ليه بنلف في دايرة مغلقة؟ يعني احنا ليه بنلف في دايرة مغلقة؟